انا احب لون ازرق. انا احب اللون الاصفر. وانا صدق احب اللون الاخضر. والله اني فنانه. هلا بيكم. شلونكم؟ شو اخباركم؟ شلونكم بخير؟ اليوم جينا بفيديو وايد حلو وخوي خوي خوي. طبعا احنا انا احب الالوان واحب الون وكذي، ودي بالبيت صراحه ادمر بيتنا بس ما اقدر اخليهم يدمرون البيت. لا لا يلا زين بيوم جينا مكان اسمه كايوس. عجيب المكان، تجون تدمرون اللي تبونه وتسوون كل اللي بخاطركم بالالوان من غير ما تدمرون بيتكم. لازم تجون كايوس هني وتدمرون المكان لان اول مكان مسوينه عشان كذي. طبعا المكان وايد وناسه وايد اغراض راح تشوفونها اللي فيها. انت بعد فرح، طبعا فرح فل فل حماس مو طبيعي. زين ابيكم تتابعون الفيديو للاخر، راح احط لكم صندوق الوصف المكان والانستغرام وكل شيء. اوكي يلا جاهزين؟ جاهزين. زين توفيق وسالم، حطوا وسالم. من يبي يدمر كل شيء؟ شنو بعد؟ انتوا جايين عشان تدمرون. لا يا
شاشتي. كان جد جد. فرح ليش سوي كذي فرح؟ ها؟ فرح تبين بيج؟ هذا جرين. ما تبين جرين؟ تبين بيج؟ أنا أول مرة أشوف رسام الألوان على راسه. بس فقيرة والله هذا نشوف فيها كذي. هذا. كتبوا لنا بالكومنت. من تصور براس فروحه كذي. شو واحد؟ أنا مو قاعد أسوي خطة سرية. أصبر. شو قاعد تسوون؟ خطة سرية. قول الحين عادل. بطاطات ماي ما اقدر بطاطات بطاطات
فلازم تيون هني تجربون تجربة جديدة. طبعاً هي ما تسوون ببيتكم تيون كايوس تسوونه صح؟ صح؟ أمي قاعدة ليش تتولتها؟ أنا أحب كذي. صندوق الوصف تحت. يلا شوفوا.